انا بشكرك وانا عارف كم الضغط والحرج اللي عندك. يعني لو عندك رفض لاي حاجه لو قلتها مفيش مشكله. اتفضل كابتن حسين. قبل ما انا متفهم حضرتك ان نادي الزمالك مش متقبل القرارات عشان الجمهور ما يتصورش ان ايه. لا ده في الاخر الناس بتقول ان القرارات احنا قابلينها وبنعمل. انا عارف نادي الزمالك مش متقبل القرارات واحنا بنقول احنا متقبلين نادي الزمالك مش متقبل القرارات. اتفضل كابتن. يعني انا بس اكد بقى انا محترم كل اللي حضرتك قلته يا باشمهندس. كل اللي بس بحاول اكده كابتن شيكابالا يعني كابتن نادي الزمالك وكابتن اسطوري في نادي الزمالك وكلنا عارفين موهبه والتالنت بتاع كابتن شيكابالا. صحيح. انما كلنا في عصبيه معينه. هو يعني كابتن شيكابالا فعلا لما بنتكلم معاه هو كان كل وجهه نظره ان اللاعبين الصغيرين وزوجات اللاعبين وانا مش عايز احكي في الكلام ده. صحيح. انما هو انا ما بديش عذر لاي خطا لاي شخص. صحيح. انما في نفس الوقت احنا ما بنيجي نقول الكابتن شيكابالا لا ده انسان محترم كابتن من كباتن نادي الزمالك كان وده وهو امل حياته انه يسعد جماهير نادي الزمالك. فبالتالي زي ما حضراتكم كده واللي قبلينا يعني زي كابتن محمد شناوي ما بحبش ادي امثله بس انا هدي مثال واحد. اما لقينا ان المصلحه العامه لابد ان كابتن محمد شناوي يحصل تخفيف للعقوبه ده اللي انا بطلبه. زي ما بنقول بيبقى فيه قانون وروح القانون وبيتشاف التاريخ بتاع كل واحد ويتشاف هو وجهات نظره ايه. ما نطلبه هو العداله في كل شيء ولا اكثر من ذلك. بحترم كل قرارات اتحاد الكوره، بحترم المهندس احمد مجاهد، بحترم برنامج حضرتك يا استاذ احمد وتحت امرك لو في اي حاجه. اولا هل لانه في بعض وخليني اقول لحضرتك كمان والمهندس احمد كمان موجود معانا يمكن اتكلمت في ده من شويه انه بعض الجماهير بتقول انه كان في ترتيب لافساد فرحه نادي الزمالك بالحصول على الدوري بعد يعني سنه طويله وهذا الدوري بالنسبه لنا هو اهم دوري حصلنا عليه. رد حضرتك على هذا الكلام ايه؟ لا يعني انا ردي بقى يعني بص يا استاذ احمد يعني الرياضه طول عمرها بيبقى فيها حاجات كتير بيتدخل فيها حاجات كتير زي الانتخابات والحاجات دي. ما احنا يعني الحمد لله. صحيح. النهارده يعني جميع الجمهور الزمالكاوي بلاش جميع لان ما اقدرش اجمع حاجه. نعم. انما الاكثريه منهم بتقول والله اللجنه دي ناس كويسه وبتاع. في ناس اوريدي بتقعد تطلع كلام علينا و و و فانا متخيل ان كل حاجه في الدنيا الواحد بيمشي صح ما بيهتمش بالكلام اللي هو في كلام كتير بيطلع. يبقى خلينا نمشي صح مظبوط كل واحد من وجهه نظره. ممكن كبني ادم باخطئ او بعمل حاجه صحيحه انما لم نحيد عن الحق. الحق الا وهو ان الدوري السنه دي اتحاد الكوره بذل مجهود كبير جدا عشان يقدر يكمل بطوله الدوري. نادي الزمالك يستحق الدوري عن جداره عن جداره وده اصعب دوري نادي الزمالك اخده بامانه. ده اتغير عليه ثلاث مجالس ادارات وكان في عدم استقرار وكان في كل المشاكل اللي كل مصر عارفاها. قدر ولادنا الكبار جدا 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 العظماء انهم يحققوا دوري. معلش يا استاذ احمد انا عارف انك اهلاوي انما احنا كلنا يعني في منافسه شريفه. انما انا بشكر لاعبي نادي الزمالك من كل قلبي كانوا رجاله ابطال فعلا رجاله وابطال ويعني الحمد لله الموسم عدى على خير وعايزين ننهيه على خير. بناشد المهندس احمد يا جماعه عايزين نكمل مشوارنا كلنا مع بعض. احنا فاضل لنا ثلاث شهور يهمنا نكمل الكاس وان شاء الله عيننا على الكاس واولادنا وعدنا انهم يجيبوا الكاس.